جمعة رفض الوصاية في إشارة إلى رفض أي تدخل أقليمي أو دولي في مسار الثورة. طالب الثوار بسقوط النظام وبتشكيل مجلس انتقالي، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من ظهور الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح في كلمة مسجلة لأول مرة منذ محاولة اغتياله مطلع الشهر الماضي. مراسلنا أحمد الشلفي رصد الحراك الجماهيرية في جمعة رفض الوصاية من صنعاء. هنا في شارع الستين بصنعاء وفي 16 محافظة يمنية بدا اليمن بملامح أخرى ويبحث عن عافيته. فجمعة رفض الوصاية التي أراد منظموها إرسال رسائل إلى السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حملت شعارات ولافتات وهتافات ضد تدخل الدولتين في الشأن اليمني. قل للمملكة العربية السعودية أنها لن تستطيع بهذه الفبركة أو بهذه بالمغالطة أنها ستحمل الثورة اليمنية. في الثورة قد ستسير والنصر سيأتي قريبا. مجلس شباب الثورة دعا إلى جعل 17 من يوليو ذكرى تولي صالح الرئاسة في اليمن قبل 33 عاما ذكرى لخلعه. ندعو الشعب اليمني لأن يتخذ من 17 يوليو محطة تاريخية فارقة، أن يكون هذا اليوم هو آخر مراحل إسقاط النظام كاملا. هو في هذا اليوم يتم القبض على أولاد المخلوع علي عبد الله صالح، على أحمد وطارق وعمار ويحيى وحتى خالد، الجميع علينا أن نقبض عليهم. أكثر من 10 قتلى على الأقل ومئات الجرحى كانت ثمن بهجة ظهور صالح لأول مرة بعد محاولة اغتياله في دار الرئاسة. أطلق أنصار صالح الرصاص الحي في الهواء ابتهاجا بمدن عدة، لكن فرحتهم لم تكتمل بسبب ظهور الرجل في صورة أقل مما كانوا يتوقعون، بعد أن ظل إعلامه الرسمي وقادة حزبه يتحدثون عن أنه في صحة جيدة. حديث صالح عن ملامح اليمن في المرحلة القادمة بدا غير واضح، لكنه لم ينسى أن يكرر لأنصاره القول أن يواجهوا التحدي بالتحدي. الطاغية الذي حكم اليمن طيلة 33 عام، وإن شاء الله سيكون مصير البقية الباقية من أسرته التي لا زالت تطيش وتبطش في اليمن مثل مصيره إن شاء الله. مراقبون يرون أن الثورة التي خطت مسارها لن تتراجع، وأن المشهد يبدو بين خيارين: أن يشفى اليمن أو يشفى الرئيس. ما لم يسل من دماء اليمنيين في ساحة الثورة على يد أنصار صالح وقواته سال هكذا على وقع البهجة القاتلة بظهوره على التلفاز لرفع معنويات أنصاره. أحمد الشلفي، الجزيرة، صنعاء.